جدا، لي وقفة مع كتاب العواصم من القواصم، ووقفة قصيرة وسريعة مع محب الدين الخطيب ومعالم الطريق. أبو بكر بن العربي أندلسي وميوله أموية، وأوفده يوسف ابن تاشفين إلى بغداد مع أبيه للحصول على شرعية ليوسف بن تاشفين زعيم حركة المرابطين، الذي منح نفسه لقب أمير المسلمين ولم يمنحها أمير المؤمنين. والتقى ابن العربي ببغداد بالإمام الغزالي وتأثر به، ووصفه أوصاف ربما لا نجد من وصف الغزالي وشخصيته غير المستقرة القلقة إلى أبعد الحدود مثل ابن عربي. لكن ابن عربي تأثر كثيرا بالغزالي وبتيارات ذلك العصر. الغزالي مشهور له كتاب المستظهري أو فضائح الباطنية. الحقيقة هناك رسالة صغيرة للغزالي أكثر أهمية اسمها قواصم الباطنية، نشرها بمجلة كلية الإلهيات في أنقرة المرحوم أحمد أتاشة، وهي على درجة عالية من الأهمية. وأبو بكر ابن العربي عندما كتب العواصم من القواصم استعار العنوان من الغزالي. الغزالي آنذاك مع نظام الملك والمدرسة النظامية والتوجهات الرسمية للسلاجقة، لا سيما في أيام ألب أرسلان، وقليلا ميراث طور البيك، لكن أكثر شيء في أيام ألب أرسلان، وكتاب أو الكتاب المنسوب إلى نظام الملك سياسة ناميه أو سياسة نامة. في هذا الكتاب تجد أن كل الدولة، السلطنة السلجوقية والخلافة العباسية، داخلة في معركة عنوانها الكبير ضد الشيعة، وعنوانها التنفيذي إذا جاز القول هو ضد الإسماعيلية، ممثلين آنذاك بالخلافة الفاطمية مع أنها كانت ضعيفة جدا، لكن الخطر الذي نجم عن حسن الصباح وتأسيسه للحشيشية أو للدعوة الإسماعيلية الجديدة عندما سيسيطر على ألموت ولمسر في إيران الحالية. من الغزالي ومن مواريثه الأموية جعل ابن عربي من نفسه حكما، وليت مسألته اقتصرت على بعض الأمور العادية، لكن وصل به الأمر إلى القول بأن الحسين كرم الله الحسين وأبا الحسين وجد الحسين وأم الحسين ورضي الله عنهم جميعا، أن الحسين لا سمح الله قتل بسيف جده. ابن عربي أفتى بأن الحسين قتل بسيف جده، يعني الحسين كان صاحب فتنة، وعندما علم بذلك عبد المؤمن ابن علي الكومي مؤسس الفعلي للأسرة الموحدية في المغرب،
أمر عندما مات أبو بكر بن عربي أن يدفن في مقابر اليهود وألا يدفن في فاس طبعا، وألا يدفن في مقابر المسلمين، وعده على هذا الأساس أنه كفر. لابن عربي عدد كبير من الكتب وله رسائل، أنا كنت قد نشرت بعضها، وله رحلة مهمة جدا أنا رأيت مسودة منها، والنسخة الأصلية موجودة بالزاوية العياشية خارج مدينة فاس، وتستحق النشر والدراسة لأننا نستخرج منها معلومات مهمة جدا، لا سيما أنه قبل سقوط معظم فلسطين للحملة الصليبية الأولى كانت هناك تجمعات حزبية أموية في فلسطين ومناطق أخرى، وابن عربي انفرد بهذه المعلومات، وبالتالي هذه فكرة عن ابن عربي. أما